السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنارين تلفزيون خبير بنارين برنامج ديدار مجارك ودي بحث كرنا خدا مازن مهاتن ديدار و وبيشكش كرنا هندك برنامج بر بيشكش كرنا هندك بابات و ديدارين ني بحث كرنا خدا مازن دولوان افجارجي ما بابات ميجوا روجيه دايا سر ميزا گفتگو به میوانداری ما مستا زور برس ما مستا ملا نذیر کوشار آزاد بوره میجو اسلامی دما مستا گلب خیراته نوی خوب نوی دزگه خوبیرم خیرات نتات که مستا بر دوام ماشاءالله چالا کل گلم بو بابت میجوی شکرات دکت ما مستا جوره که مول دست بکه ام بحث بابت خوب کن ام وی آیات پیروس دست بکن خود تعالی قرآن دو کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم ما مستا کوات الویره اجباري ما جروجي هابي جوري اگر تب ما چندك بحث الفيمي جو في روجي بكش كيف بدا سبيك ديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دا سبيك دعاش رب العالمين يتكين إن شاء الله أف روجي بيروزيت يت إن شاء الله دي إن رب العالمين ما بجهينته إن شاء الله خير وبركة طيب ما رب جهينته إن شاء الله ما بيل تساخ حتى ما بيسر فراسك إن شاء الله الدنيا وآخرته روجيه ميجوه كا كيرو دير يوهي كوش احكام عبادية روجي رب العالميني يال سر امت ديجي فارس كري باري اسلامي وقتان بيجين امت باري اسلامي هما بو همي پیغمبر صلاة الله عليه وسلم وك برنامه عباديش ضمن برنامه عبادي يعني فقره كش برنامه عبادت همي پیغمبر صلاة الله عليه وسلم يعني روجيت نافدابيه كا چوا نوشت نافدابيه كا چوا زكاتت نافدابيه كا چوا اف يعني كوما يا بنمايت عبادتي السروان بيغمبرا بري اهل الكتاب وقت بس بحث اهل الكتاب بحث فلاو جهيات كن يعني بري واناجي عين دي سابا روجي هابين وقت اف ات قران تبيجي او دبي خواندي كما كتب على الذين من قبلكم كما عربيه دا اداه تشبيه وقتی خود تعلق بیشتر میار سر و فارس کری هر وقتی چوا مر سر امتت بری واجی فارس کری اف کمایه ها آنجی اف اداد تشبیه ها نه الا کو نفس اف روجیا و گاو ام بسرمانت گرین هر نفس او بی او سر امتت بری نخیر وک ناف روجی خود تعلق سر و فارس کری بس شواز گرتنه و دمه و جمارا روجا و شکیره حتی کیره احتمالا اش امتت که با امتت کادی جداریه با مستان نخورن و نوخورن او جهر بابتی بیون روجی بیون؟ اکید با او خواه روجی یعنی نوروک روجی بخواه نخورن و نوخورن اکر با چی رامان با روجیه دیتن احتمالا هندک ملت آده مثلا هندک پیغمبر صلابت خود السر بن خود تعالی شوازه که روجیه تایبه دا بیوانا مثلا اگر ام بحثه یه دین زکریای بکین مثلا سر زمان زکریای ادبت احتمالا هکر ایکی اش بانگ سحاره حتی بانگ مغرب نه آخفت باجی اوه بایی روژی حسابی وک عبادت یعنی بتنه با اشارتا اگر گل عالم آخفت با دلیل جیش سر اوه یکو وقتی عیسی علیه السلام گوتی دایی که خواهم با باجی ریم با ناو جهیا گوتی از چاو تا بم ما از چاو بشر مزاری وچم بچی که من یه اینای دنیای بباب گوتی اگر دنیای حسات و تنگاف کری به جوانا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بمعنى بجوانا أسياب روجيما وديارا دليل جي ساركو روجيانا آخفتني فلن أكلم اليوم إنسيا بمعنى أسنا آخف من قال كاسي مهم السار أمتت باريهنجي هابين حتى ديانتت يت أبيتكو بحثي هندي والصيني مثلا ديانة الصيني الروجية تدهين حتى انو كجي فيغا ويجي ديانة هندي برهمية الروجية تهين اگر ان بيجاكي نزيك تر بين سر اهل الكتاب وباخوين يعني حتى علماء بيجين شوازي رمزانا ما يا بصرمانا نفسي بير سر فلاو جهية جهات بيا فارس كرين دست بيكي سر جهية بس بيجين جهية تحمل ناكر يعني طبيعة وانا نهوصا تحملها قالك باري قران ناكش لا رب العالمين و تكاليفه هند حسناكن بيجن راتكر يعني جهية راتكر بتني سهروجة رمضان كو خيط على سروانا فرس كريم تني هلا ايك روش او جي رجع عاشورايا انك خواه قوتي مانا ابا بدلي همية يا و او رجع او رجع كو خيط على موسى و بني اسرائيل قرطال كرين و فرعون اتقاوده خندقان دي يعني هزر كا نفسي في رمضان ها سهروج سروانا جي هيبك سروانا جي فرز بين كرار روجك سر مسيحية جي عينا وصا دست بيكي سهروج بين و هيفا قمري طبعا خدت على وصح حسكي رمضان بهيفا قمري بت هيفا قمري جي ما قوت دورانا صالت زفرتن كتت هافيني دا وقت تيجي هشتي هافيني مسيحية تحملها جرما هافيني ناكر بروجي بن رابي قوب خده ام دي بخوا
دیکینت هیوا یک در زمستان روزیت کردترن و دنیا جیاهین تره مقابلی به امید دهه دیجی دینی نسر یعنی سه دیکینت چل پشتی هنگه ملکه کیوانا نساخت بتن راب نظر که سرخو امتا یا مسیحیتیت بیشتن اگر از ساخ بیم از هفت روزی دیجی دینم یعنی فرض که مر سر خلکی کوب روزی بن اما بینه چلو هفت پشتی اوت مرتن ملکه کی دی تیتن طبعا بیشتن اما چی سید که من همو امید تمام کن دیکینه پینج یعنی اما راستی یا گوتنا یا خود تعالی و دخت بشتن اتخذو احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یعنی کاچوا تشریع یا خود تعالی یا پید ویا پیگیری بنمای تشریع خود تعالی بتکنک عین وصار رهبانت وانا و باپایت وانا جي تشريع عندك عباداتك كير وخلكي خو تسليم كير يعني بجا كرتو كرماچ اگر ام بيجين يعني بري اسلاماتيه ما قلت روجي هبي بشوازي بي بيغام ببرا خو قلت يعني موسى الفيري بو فرض كنا روجي جرم دو بسيوريتين بله بسيوره كي اويا اگر كسك هبت بيجتن روجي نا فرضا جاري وقت شرح دين الاسلام درت كهبت هر وقت بيجتن قران حاشا نواسان يان جي نوشنينا بسیار دویج ما مثال ویری گله جارا بابت از آن دنیا بسرا حجی تایبت سوشال میدیا دل دم رمضان بیشن کتیب علیکم الصیام بچی نگو تفورید علیکم الصیام فرقی نه بین کتیب و فورید تمام برا بس با ما تشتکی دیجی که هما کتیب علیکم القتال وجی عینا وصا يعني معقولة أويت پیغمبری صلابة خود سربن اتجال پیغمبری مهاجر بینش مکه بو مدینه وشنیکو اساس و بنیات دولت اسلامی هاتیه دینان دن الویری وشنيكا بابت درجه جهاد هاتيه فاكرن وخلق كي هما دست قد داه لابان وشير وطير ومطار قد دينا بانا مالي وقد با پیغمبر اسلام تخسر بخده ام ایک قابل قطنا وجن جهاد جهاد نيا فرضا وچوب بمعنى كتبا كتبا الفيري برا نب وكي قتب اب ذهنو يانجي تيگهشتنا منو تيا آن اكادي بيت ولا كتبا هما يا نفسي سروا بيكو كتبا ام دي زفرين البال علماء الزنايد بركاتي افيدكو رامانا كتب الفيري ايناي كتب بمعنى فرض الفيري يعني هاتيا فرس كرن الفيري بجا اگر ايكي وكي بيجن هما نويد بگرتن انجيد بيتن درجه شبهات السر اسلاماتي وقت ام بحثي حق دي وكربو اينات القل اسلامات ناكن اما ما بصرمانا قناعات يا بهاي يعني كاچوا روجي كاچوا نويش فرزا كاچوا زكات فرزا كاچوا حج فرزا ركنكش اركان الاسلام اواجي فرزا بلا بشيوازي بيوا يا كتبها بنفس معنى يا فريضه يعني قال جرب زمان عربي اگر كسل نشر از بتكبد وان خالات يا دبون من حتى اگر ايته كو بيروسم خوين خود تعالى سر بجتن ملات ابراهيم اراغب انت عن الهتنا سر زار ملكي اراغب انت عن الهتنا ما مسا قال فيري اگر بترجم حرفي هم چني وكي بابت كتيبا الفيري موتا خدای مدوین بس پشت اینگه عنها یعنی ویری بینه ما مسا ما گفت بس بابت فرض کنای ام چون جاره ام بحثل مرحله تشریع که نو وی روجیا پیروز کن جاره چند قونه غارا افروجیا در باز بیان بله طبیعت یه شریعت اسلام احکام شرعیت اسلام یعنی بجمله نهاتنه وکی گوتی توایی نهاتی نخواره چو احکام شرعیت اسلامتی دا توایی نهاتنه خواره بجمله همی وقتا تدرج هیدی هیدی پنگاف پنگاف احکام شرعیت هاتینه تطبیق کردن سر بسرمانه و با طبیعت اسلامتیه یعنی خصیصک یا نشانک علامتکش علامت و نشانت اسلام ید برچاف تدرجه تدرج یعنی پنگاف پنگاف یعنی ما مستبوجی تدرج تدرج چونکو طبیعت انسانی زیب زی تقبلات اشتیناکتن و کی کاچا و گاوه مثلا درمانکی دوی نساخی لشتا مثلا گیانتا کلختا تحملا یا بطلاکی درمانی تماتیوه مثلا ایک نقل ناکتن لازمه هیدی هیدی قرچ قرچ مثلا جرعه جرعه تو بخوی حتی تو بشی تحملا که تماما احکامت شرعی جواکی درمانکی نبو ایشو آزار و اکی گوتی مشکلت یت جواکی و مسئلت روحی و یت نفسی و بجا عینا مادم درمانه لازمی اوجی جرعه و جرعه و هیدی هید بدا انسان تقبلی بکتن يعني هزر قال المرحله ما كهي انا بج متى شو احكام الشرعي نهات نخوري بس غالب احكام الشرع المدينه هات نخوري المدينه المكهي خد تعالى بتر السر بابت ايمانه كرو عقيده كركو بنسترو اساسا كي مكم بمرو بسرمان دين تشنيك احكام الشرعي السر اساسا عقيده كا ساخلم عقيده كا بيس بين دينا دا يعني انسان يا بسرمان شيطان الفيري بشتي هنجي
يعني وان احكام تطبيق بكده بجا روجي جي ايكش وان احكام الشرعي بي ابيب تدرج هاتنا فرس كن بينغوف بينغوف مراحل وهات التاخير كرن حتى دو صاله جي بشتي هجرتي جي المدينه شنيكا يعني روجيا بيا يا هاتي تشريع كرن ممساجز بتر رنوهي بخمسر في بوباتي مرامش تدريجي تكرم كري او تدريجي بيكو فترة روجي بيت خورن و نايت خورن يونجي نو برا عددي بنمون افصالة ده روجي بين قرتن يونجي روجي نفرز بيت يونجي هكر ببت اختياري جاري اف تدريجي چهوري بله او خواه من البربي بما سارب إباباتي بري اسلامي يعني بري روجي فرز بيت قصدام بي يعني روجا عاشوراء پیغمبر اسلام خود سر بنا حديث يعني قوتنا خواه فرز كربي سر بسرمانا يعني حتى علماء بجن فأمر بالصيامه بالصيام عاشوراء رجع عاشوراء بشتي فشمكي هاتين فقوهستن بو مدينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي صوم عاشوراء يعني عاشوراء بجن أمرك واجب بالبري باني قال ديف قوتنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يعني أبو حنيفة بجتن عاشوراء فرض بسر بسر مانا بفي بيواها أمر ماني بيوا أمر يفيدو وكي قوتي التطبيق يعني لازم تطبيق كي أفرمان تطبيق كي أبا اش لاكي با وهر وصا سي روجي دي جيت قوتني ايام البيض اش همي هيفا يت نيفا هيفي فرض بين سر بسر مانا دست بيكي بري يعني بچينات بابتي فرض كرنا يعني روجي رمضان دا ابا ايك بشتي يعني كو اف اتا قران هاتي خوري يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اف اتا قران بشتي نجي هاتا خوري بمعنى أبا بينغا و ايكي بيبو تشريع الصيام تشريع الروجي أبا فيغا في فيشي وازي فيغا في أمد بينين يعني روجيا إسلامي أبا فيغا في أم صحبة السردكين ما قد مراحل يهاتي حتى حكمة الشرعية وكي فيغا في دوم هيكي مستقر بي يعني دست بيكي قناغ بين حتى دوم هيكي كي هشتيا فيشي وازي فيغا في أم بي روجيا ادقرين بونمونا مثلا دست بيكي وقت رب العالمين دشتنا ايام معدودات ابقى دو تفسير يد بوفي اوات القران هي هناك علماء بيجن عدد يعني اش ايكي حتى نهيه لو ما هناك علماء بيجن سر زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يعني بري بتقطع كرني يعني وقت بيجتن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ابا دماهيك آتا قرآن بيكو همي او احكام بري انجيت جريداين بروجي و هاتنا نسخ كني بري اف آتا قرآن بتخاري اوات بيشتن فمن شهد منكم الشهر فليصمه قناغا دي هبي دوسي قناغ دي بن ايك شوانا اوا بي قوتي چند روجكا بگرن هما چند روجكا ماني تاقبا دي بحسي تدرجي كر تدر هوا بينغا وكا دا بيچا كي هكا يعني چند روجكا بگري بشت انجي دا تفير بي بشت انجي بشي سه روجاجي بگري آن هاي وكا بگري هندك علماء بيجن هما چند روجك نه روجت گرتن بسرمانا سر هادينا فارس كرن بشتي هنجي يعني هات رب العالمين بحسي طبعا روجيا رمضان خد تعالى فرس كر سر بسرمانا وهيفا رمضان هات فرس كرن يعني اياما معدودات بحسي چند روجكا بري كو هيفا كامل فرس ببتن هندك بيجن چند روجك فرس بين بسرمانا بيجوتي بروجي بين بروجي اتجرتن هندك بيجن نخي معدودات هر بحسي هيفا رمضان بخاب خايا امام الرازي بيشتني محصيات يعني معدودات بمعنى يعني معنوي محصيات يعني هجمارتي كانت روجيت هجمارتينا ابجي يعني روجيت هيفا نهن اش هيفا قمري كو هيفا يا رمضانيه بمعنى هر 20 نه ان سه روجيت هيفا رمضانين ابا دست بيكي ما قلت كانت روجك بين بيشتي هنجي بي كانت بي بي هيفا يا رمضان تمامي ابا مرحله دوي دست بيك الروجية يعني خدان يمخير بي الروجية بقرت يان فدية بدت يعني وقت يقولي فمن تطوع خيرا فهو خير له آتا قرآن بيشتن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم دست بيك بمروفي ساخلام جي حتى جن ظلام يستخلام يلسرخوا كيف خب يعني رجع مرحلة دوية بشتي هنجي ما قلت شان روجا جيت بشتي هنجي برمضان كامل بس رمضان كامل جي اكيد شيا هما حاش أب مروفيت حال خش أب شيا فدية بدن رمضان نادر دست بيكي يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت بيوانا اكيد شاب شد بقرد جي هنشين نادرن بس هنشين فدية بدن لو ما دات جلك مجلك خالكش صحابة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دست بيكي فدية دا پشتی هنگه اف آتا قرآن ها تخواره اوه دو ماهی که اوه نسخا حدیثا پیغمبری که صلی الله علیه وسلم گوتی فمن شهده میکم شهره فلیاسم ها هرگا بکا و هیوا یا هیوا شهر هات بله هیوا شهر هات معنی بحثه یعنی هیوا رمضانی هرگا بکا هیوا رمضانی بسر وده هات و دید ایدی شریف و لازمه هیم بگرن فدیه نا اتا قبیل کرن
ابن عباس خود جرازی بیشتنه اوه نمن سوخ اف آیتاها اوه وقتی بیشتن و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین نمن سوخ و اینما بیشتن اف آتا قرآن بحث پیرامیر و پیراجنانه اوید شین بگرن به زحمت بوانا پیرامیر و پیراجنه توی سردمید شیان بگرن آن نساخه نساخیاوی هند یا وکی گوتی نه یا مازن سر کنش بگیر شد بگیر بعد دی تعبیه و زحمت بند لوا اوانا اینگ فدیت دا به معنی اف آیات قرآن اوا فمن شهید منکم الشهر فلیصم هو اوا نمن نن ناسخ بو حدیث پیغمبر اسلام خود سر بن اوا بگو ما گوتی و انما اوجی بحث پیرامیر و پیراجنانه اوا بله کرم کرد موسا اگر اس بحث هر پیو شهر بگم گلک جرات بت بسیار بت کنه باشه جوره اولا حکمت چیه اف هیو پیروز و رمضان بله الصالد زفرتن و دبت من داك جوراجك اف اف فالفين وهذي الشيء بجتن هم واز رمضان ده هنجي قريم وقتي بيغمبري عليه السلام هم رمضان قلتي هم رمضان الجيخة و هم شوير نوع ناقل بتو وكي هنداك بجن هر دهر وجا هر صالة دهر وجا بتن بره بيش بره بره بيش جوري اف عملية الحسابية يو قمري هر وقت عموي وي عملية الحسابية يو ميلودية يعني ما دو حسابات تاين ما حساب شمسية هي حساب قمرية هاي يعني هر صد صالت هر صد صالت حسابا يا قمري ما قد يعني يا شمسي سي صالت هيفا قمري السرن يعني سي صالت هيفا قمري السرن بمعنى يعني هيفا قمري ما قد اتجرهت نلجه خويا علماء بيجان چندی هند هیو رمضان یا قدر و قیمت الدف رب العالمینی خودت علا یا وی برکت های بکوتن همی دما یعنی همی هیو دا بمعنا اوه ایک یا دوه یعنی گرتنا یعنی به رابینا بکارکی دمکی و بو ماوی که گره گره که درش یعنی اوه دیه بمروی که آبه بمروی چیتد ملل بمروی چیتد نو که رمضان دل کی ره گیری مثلا نو که مثلا رعیات اگرم بجین کیش هیوه با آن کیش ورزی با ورزی زبستان با همی دما دا نخوش بد يعني الهيفا الهافين بعد أنا خوش بتل بهار بعد أنا خوش بجا وقتة خدت على وصل حاس كذي كهيفا رمضان ده كبد الموسم تشتى كده أكيد طبعا ده الهمي موسما هافين بهار زمستان ده نشاط بمربي شيء بتجهرين الجانا بشري ده جل جل كخوشة جهرين الدماء مثلا أفاجي نشاطك بمربي ده مربي بشيء بجرتن ويادي جي مثلا يا هيفا نه مثلا جلك جرا على ما أتبيجن بجي وقتة زكية ده كخدا شيء بتن و وكي قلتي خلال وان هيفا دا مراحل التطور يا مال بتشي كده يا بتشي كده مال بتشي كده حتى هيفانة بتشي كلاخي كامل هيفانة درد كفتن بمعنى إنسان جيت أوديا دا تهي صالة خدا هرش مثلاش هيفا إيك حتى هيفانة ما قلت أمي جناهات كينو أمي مثلا گهداری خود تعالی گلک جارا ناکین و امسستی و تنبلیت کین و مثلا گلک جارا من گلک کومکا یا ایش و آزارا یا هید نفسی مثلا ید اویدی جا هر گفک رمضان هات که رمضان حیوان نهیه و در رمضان گیرین گلک رمضان خلاص بی یعنی دواسا بین هر وکی امشنی کاش دیکیت خواب این کاچاب چی کسی که دیکا خواد درد که بطیه پاقش بجین مروه به بسرمان جی وقتی اش رمضان خلاصت پاقش بجین بیش همی گناه ها و شمی خرابی ها و مثلا اگر بین بحث آیت اکو دیو پیروز بکن خود تعالی قرآن دا بحث کد ثم اتم صیام الى اللیل جاری چید بتن گلا جا پسیار چید بتن الى اللیل بحثی هر پروژه شبی بخواه خواه چید بتن بگفت که هنده جا اما روژه نو بتشه الویری اف تقسیمات دی چادا باش بتن يعني احتمال اوا ايك وصا هزر بكتن حاشا رب العالمين ما خد على نظام هندك جهه كره الارضيه بلي. يعني احتمالها ما هر شاف لينينا مانا و اف اسلام احتمال بجهه تواندراجي باشد چوا خلقي مثلا قطب شمالي ان قطب جنوبي اوي كو چجا لنا بتشف دي چوا روجيه گرن مثلا اوا شلاكي با يانجي هندك دولتا اگرم نبحث قطبي بخاب خاب كيم چكه بونمونه دولت اسكندنافي وكي سويد سويسرا دانمارك گلا جا سيارت تا كن سيدا روجيت ما گلا گلا دريجن شبيت ما همينا بن دو ساعات يعني باشا باكر وصابتا يعني چوا وقت مصيام الى الليل بمعنى از 20 ساعه بروجي بن 22 ساعه بروجي ما نزحمه تبو من يعني الفيري طبعا جوابه في 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 مثلا رب العالمين ظانت بس مساله شيا مساله علماء قال لك ابصانه هي اخستي نو كاب پیغمبر خدي صلاه خد السر بن بيشتن وقت دجال تيتن دي تشل روجا مينت ناف ودا بيش دي مينت ناف بشريه دا
بيجتن روجك شوانا تماتي صالكيه و روجك جي تماتي هيفكيه روجك جي تماتي اسبوعكيه روجي دي همي سائر وكي سائر ايامكم اكيد روجيت ويت هميانا اكثر صحابه غوتي باشا بامادم روجك شوان روجيت كو دجال ديت يعني ام دي تمات صالكيه بت اورج باشا بامي امي بس بينش نيفيجات وي مدهي وي صاله وسط درج داكين كوتا پیغمبر اسلام فسر من امي نيفيجا چاوكين پیغمبر اسلام فسر غوتي اقدير له قدره نه تو دی وی گاوید خلال وی سال دا او سالا او روجا کو تمتی سالا گی وقت در جال دیتن تو دی تقدیر نویجت خواهید وی گاوی کی مثلا مسافه آنجی مدهت ناو برا نویجا سحاره حتی نویجا نیبرو دا چنده مثلا بونمونه ام دی بجین شش ساعت مانه مثلا ساعت 6 حتى ساعت 12 6 ساعات تماما تو سال ده هر تو دی وسه حساب کیش نیو جانیورو بو یا ایوار مثلا 4 ساعت نش یا ایوار مثلا بو یا مغرب ام دی فرس کی 3 ساعت نش یا مغرب حتى یا عیشا ساعتک و 20 دقیقه ساعت و نیو عینا وسا هند خلال و سال ده د تقدیر وقتی کن کچا بگو به نیو جات کن به معنا ند بس پنج نیو جات کن و انما کا اف مده چند جمار نیو جات بتچات هند نیو جات کن الویرج عینا وسا يعني بونمونا في قابل تولدت أسكندرنا في الشمال الدنياي دي نزيكترين والات يبصرمانا بووانا كانجي فتارتكن بلا روج العسمانا جيبت بلا إيوار بجيهش نروج جيبت أو دي ويقا في فتارة خواكين بمعنى أو دي تقديرا روجا والاتا كي نزيك بووانا كيش والات يبصرمانا تقديرا روجاوانا كاچاندا مثلا بونمونا البريد 12 ساعت نام دي فارتكين دي 12 ساعت تخوا هجميرن بلا حسكي روج خوال نيبا عسماني جيبتن ودي فتارة خواكين زواضح فقتنا انا بلى بلى ديال واضح انا كل فيري مو مصاب وبدك اصول فقه بجني قياس بلى فيري بوبات قياس دي سير التطبيق كني بس ما مصال فيري في سبيشال كي كان قال جرى خلق هي لون ولا تا اي الفيري اف بسيارة ديش اش مو مصاب وانا تنك ني اونج ديش مو مصاب ما تنك ني جرى كي كبرى غير تليفون بسيار ما كان قلت بوبات قصه هي مجي هل الفيري بسيار بوكر قلت اب بوبات تنه فرض الوري بين اوزران دنيا يونا مو مثلا او خصوصا يعني دي بسيارش مراكز قيت اسلامي كند علماء بركات يت نافوندا يعني نا دولتا كي الهي بنجهت اسلاميه هاي مراكز هاي مثلا مراكز بحوث هاي هاي ديفچوني بوفن بابتات كانوا فقه طبعا فقه اسلامي احكام اسلامي احكام حكم بخبخه تتغير مكانا وزمانا وعرفا عرف ون وكيما زمان ون وكيما مكان ون وكيما بجا احكام الشرع الدفوانا فتوى علماء دوانا يعني او بمرزمنا فتوى في منطقه ابو بغا احتمال مثلا علماء دوانا بغا استشاره علماء ما يدري بكن بس هر دو ما يك بو چون راي دي بتيوانا او يعني بيقدر كبن بل موسى موسى كز دو ما هيك بسيرج جنوب تبكم قال جرى او خروجي رنگ مشقته كنوب ده رنگ تعبه ورا نبخت نبخت وكي بتكزاكي خودان عيال بتشولو کار جهابتن. گله جد بیشتر بر همه رمضان دائم کیم آن به برکت. پوی حکمی که اف کسی رنج بره دیگه لکار نکتن. جاره اف بابت ویشی یا یه آنج بشه واقعی دیا. یعنی مسئله که خدا یه شول کار بتن یا شما رمضان نبتن مانع کو انتاج خزیده که تو خزیرک ترلیب کت مثلا بالعکس رمضان گرتن روزیه گرتن روزیه رمضانه طاقه کار روحی یعنی نفسیت کا پاقش بمرو بیچید که طاقه کار روحی بمرو بیچید هیزه کا بدنی بمرو بیچید کتن گمرو بشید پتر تحمل باری بکت باره یه جیان روژانه یا مرووی یعنی هکه عمل تاریخ بزفرین برا خودینه شرش همیا مستر احتماله یه رمضان دا قومین مثلا بونمونه شر بدره صحابه یعنی نزیکی 300 چکدارا بین کافر 900 بین حتی هزارا اف شره وسط سخت و زحمت بسرمانا الهفته رمضان یه انجام داین بسرمانا بسر کتنجی یعنی بمعنی چجار روژی و التناکت بدنت زعیب تناشی کاری خواه انجام دی احتمالا نکات عالم ما یا اسلامی دا بگو احتمالش ما بگرت اف اختنات بیجی بد احتمالا ایک بگو بشن والله با سیدا با از پروژی ما نشم یعنی بچم شول بکم برای از تب شوینان وی هنی هرش مغرب خو حتا بانگی سحاره تنان وی و توی مجیلی توی فلما و او ویدیا و یه مجیلی و بشتی هنگه با طبعا پروژه همی لازمت تبین وی ها بو وی انتاج دیکن بد بس او بسرمانه پشتی عیشا پشتی تراویحا بمودن و برای سحاری رابط او ویدیا خواب خود مثلا پاشی با خواب خود مثلا و بچه تستر شوله خواه اکی تأثیر شوله وینا بدن یعنی اگر ام ویگاوی بچینه زمان پیغمبری صلابت خود سر ها نه حسابیه دست بیکی یعنی وقتی گرتنا روژیه پشتی عیشا مباشر امساکش زادیت کرد یعنی
دست بيكا غيرتنا انه كيفي غبي منام وقتي بانج دت بانج سحار دت هنجي ام ام دستش شخور نو فخورنات بردين منا الامساك عن الطعام والشراب هنجي دست بيكي هما جل غوان فيجا عيشه خلاص كربان فيش عيشه كربان بشتي هنجي يعني لازم الامساك عن الطعام والشراب يعني بلد. يعني مده خوارني وخوارني هزرك اش بانجي مغربي حتى بانجي عيشه همين اب ساعتك و 20 دقيقه ممتاز الفير بسرك نوت بيرام هر دور اياتك بيروس افويت بزن خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هاب تبعسي امسكوا افطارك جوري اف خيط الاسود وخيط الابيض مجازيه يونجي فعليه أف اكيد انا جوري اس اوادي بتشكي اويدي واضح كم اف مساله باشدي مساله مساليجي سر زمان پیغمبري صلى الله عليه وسلم دست بيكي پیغمبري گوت بيوانا هين دي اش بشتي نيجا عيشاب روجيبن حتى بانگي مغرب روجاديا باشتري حتى اگر ايك بري نيجا عيشا نوستبا چينت بي فطاريب كتن بو بشتي نيجا عيشا ما لازم روجيا خد دوباره گير يعني دو روجا سرك دامي تاب روجي يعني بو روجا دويج حتى بانگي مغرب ما بروجي بجا اش با طبعا گلكاب زحمت بي اش بانگي عيشا بشتي عيشا حتى جارك دي بزرته بت بانگي مغرب يعني همي تا اتشبك روجك هذا ساعتك ونيف احتمال ساعتك وبيز دقه تنتهى بين بخورني وخورني طبعا عندك شغل ديجي كيت هاي مساله نفينا نفينا جنكي واويديه الصحابه قلت پیغمبر يا رسول الله قلت ودي ام تحملها فيناك راسي يعني خورنو وخورني ما ومثلا او داخاز ظلام الجنكات كان او جي بس بو ساعتك وبيز دقه ام ناجين يعني لو ما پیغمبر عليه الصلاه والسلام مشتي قاطه قران هات اخواري افاتت بيشتن احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم بجاش فيري بشنيكا يعني امساكش خورني وخورنش بانجي عيشا هات بانجي سحاري بل. بمعنى يعني ش بانجي مغرب حتى بانجي سحاري اف مسافه همي درست تبخي وخي مثلا والرفث كلمه عربيه خد تعالى تجارة يعني اشكرا اخفتني مساله جنسيه مجازي بيشتن الرفث يعني علماء بجن بيجن او تشتي ظلام الجنكخه طلبت كتب شافي بمعنى هر تشتكي ظلام الجنكخه طلبت كتب شافي الرفت بجن او تشت بودرست شبا روجيا ودا اما اف مساله تكرم كيري او حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بجبر اخذ بين الفجر دسبيك نهات بي دسبيك في اياتي يعني قلت بخن وخن كل واشرب منا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود تني ابهات بي صحابه جي منا ساكني دي شكن داخن وخن حتى ايدي با حتى بجندك شوان الرابين عدي بن حاتم الطائي بيش من اسرع من دو باطا عند دازين بينابين مكربين بن سريخ بهرنا بينك ضرب برخد مي كاي رشس بيجيك جدايه انا قاصد من قلت پیغمبر يا رسول الله قلت ام نتشم نفينو ام بما قلقلك يعني احراجا هر قبك لازم ربين برخدينه قوماين چتكن قولان برخدينه يعني دازيس بي ورش قلت بجشنيك رب العالمين من الفجر انا خاري كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني ايش فجري نمسلا يا دزي يرشو او اسبيا لما پیغمبر اسلام قسن بشن انما ذلك سواد الليل وبياض النهار بمعنى الخيط الابيض بحثه رناهيه روجيه والخيط كنايتش رناهيه روجي والخيط الاسود كنايتش طاريات يا شبي چكمان يكور الليل على النهار خد تعالى يا وكي قلت يولج الليل على النهار ويولج النهار على الليل يعني خد تعالى روجش الشبت انت داري والشبيجش روجت انت داري بمعنى هر دوكا فاصله كي هي يعني دزيكي جلجلكي زرابه لا ما خد تعالى ازدواجات نو بين داهي يعني ببرا خا بجنو كي وقت الشاف والروج اتجهت وي حدي او حدك وهما الشاف خلاص بمباشر يعني دي بيش تنجي بتروج او يعني دازيه كي قلقله كي زراوه نبره شاب وروج دلا ما خيط على يا تشبيك كريب خيط اما خيط نبحث خيطي حتى في دو ماي كي جي عندك اف جماعه تما ابي ابي بيجنس سلفي يعني ما قولي بقلا جرهان في باجر ما قوتي بخدي اما تخوينو فتخوينو حتى يعني هما شنا ما دي بت وكي قوتي يعني الدنيا دي ظلال بت شكو ماني ام نابينكو خيط يعني دازيه راشوس بي ام جيك فافيرنوكين يعني بلي. بجاه ما تخور حتى يعني دوما هيك هما تقريبا حتى روج دركت يعني اما مقصدش في جفي يعني دازير راشوس بي مقصد جي يعني رشاطيا شفيه وقت بدوما هيك تيت و سبياتيا يا روج دست بيت كتن يعني بل زور بار اسمه مستمر النادير شارزه ميجو اسلامي تعدامي بلجيان نادو بي خود خراطة جمازنك ان شاء الله سباز بو تجيب رام
بینارن تلازنا خبیر بینارن برنامه دیدار افجارجی ام هاتن دو ماهی دیدار خلق خیا ویجاره حتی امهین و خلق دیدار کادی منجر چاف دیریا خدای ماتون دلوان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.